السلام عليكم، معكم محمد بصري. هي ورجعنا بفيديو جديد، فيديو الاحتفال بألف مشترك على اليوتيوب. طبعا انتوا لكم سيبوا لي الاسئله بتاعتكم في اخر فيديو عندي على القناه عشان نجاوب عليه في فيديو الألف مشترك. الحمد لله وصلنا على الفيديو وجبنا 1000 مشترك على اليوتيوب. هجاوب على الاسئله بس بطريقه اساسا انها قصه واحكي اول ما بدات على اليوتيوب يوم 25/7 لغايه ما وصلنا في يوم 27/5/2020. خلينا نبدأ بأول حاجة على اليوتيوب. أنا عملت قناة يوم 24/7، تاني يوم نزلت فيديو يوم 25/7. طبعا الكاميرا أنا صورت بها كان موبايل هواوي باي 6 2، طبعا من غير مايك، من غير إضاءة، من غير صيغة، من غير أي حاجة، من كده بالحب يعني. وأول فيديو كان المفروض ينزل على اليوتيوب كان تاني فيديو عندي. طبعا تاني فيديو ده أنا أخدته وحاولت كده إيه أسأل صحابي والناس اللي أعرفهم هنزل الفيديو ده ولا لا. الحمد لله كلهم قالوا نزل الفيديو ده، عملت فيه شويه تعديلات ونزلته تاني فيديو على اليوتيوب. اول فيديو على اليوتيوب صورته الهواوي 6 2 من غير مايك زي ما قلت، من غير اضاءه. طبعا كنت مصور بالكاميرا الاماميه فالاضاءه كانت والجوده كانت ضعيفه. الحمد لله الفيديو ده لسه عندي، هو اول فيديو لسه عندي على القناه ما حذفتوش. طبعا هخليه لغايه لما ان شاء الله نوصل مع بعض لغايه مليون مشترك. طبعا ما كانش فيه مايك زي ما قلنا، كانت حاجه الاندرويد شوية تحسيسات كده، احاول اجيب اضاءة اوصلها كده اجيبها كده، المهم ايه تظبط شكل الفيديو. طبعا بدأت اتحدث شوية ووصلت للهونر 9X، وده اللي فيه اخر كام فيديو مصوره بالهونر 9X. بعدين اول ما وصلنا 1000 مشترك اشتريت المايك ده عشان نزود جودة الصوت. طبعا لو انت عايز تعرف انا مين عشان لفينا لفه كده، من احمد البصري 21/7. نرجع بقى نتكلم على اليوتيوب والقنوات. لو انت عايز تعمل قناه على اليوتيوب ما تستناش خالص، لازم تعمل قناه على طول حتى لو الامكانيات اللي معاك ضعيفه. الموضوع صعب ان انت يعمل امكانيات ضعيفه وكده، لا اعمل على طول. انا بدات بالهواي 6 2، بدات بالراي كلام، الحمد لله بدات اتحدث، وصلت لنا عندي صوت لحد ما كويس، اداء كويسه. اشتريت مايك على فكرة مش غالي، ده رخيص، حوالي 220 جنيه، 230 جنيه. مش لازم تضغط وتجيب حاجة بروفيشنال تستنى الكاميرا. كل المراجعين وكل الناس اللي على يوتيوب بيأكدوا ان انت لازم تبدأ يوتيوب حتى لو امكانياتك ضعيفة. مش لازم تستنى الكاميرا بروفيشنال، المايك الواو، الاضاءة الوسط، والسيت اب الجامد جدا، لا ابدأ على طول على اليوتيوب. هنختصر ونقول الاسئله اللي جات لي على طول كده واحده واحده. الكاميرا اللي بدات بيها كانت هواوي 6 2، بعدين حدثنا للهونر 9X ما كانش فيه مايك، بعدين وصلنا للمايك البويا ما كانش فيه اضاءه، الحمد لله بقى فيه اضاءه، ما كانش فيه سيت اب، دلوقتي فيه سيت اب الحمد لله. شويه بشويه بيبقى فيه تحديث في القناه الحمد لله. بشكر كل الناس اللي دعمتني على اخر فيديوهات عندي، كانت كومنتات فعلا جامده جدا جدا الحمد لله، جبنا مشاهدات كويسه مقارنه عدد المشتركين اللي احنا وصلنا لهم دلوقتي. زي ما قلت لازم تبقى في اليوتيوب الفترة دي كويسة انت تبقى فيها في اليوتيوب، الناس كلها قاعدة، ربنا طبعا يزيح الغمة والفيروس ده يمشي طبعا. فأي حاجة ابدأ، بس لو هتبدأ محتوى زي التك المراجعات الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا، مش بقفلها في وشك، بس موضوع التك هتبقى صعب عشان الناس قليلة قوي اللي هتلاقيها مهتمية بموضوع التك. بس مع احترامي برضك لجميع صناع المحتوى، لو هتبدأ حاجة زي التحديات أو حاجة زي الأكل أو حاجة زي التيك توك والكلام ده كله، مع احترامي لجميع صناع المحتوى والمحتوى اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، لحد ما هتوصل أسرع من محتوى التقني. طبعا لو في أي أسئلة هسيبها لي في الكومنتات وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة دي كلها في فيديو الأسئلة اللي جاي إن شاء الله. بس وبالنسبة لموضوع المايك طبعا هيبقى فيه مراجعة كاملة، والناس اللي بتابع القناة من بدري هتعرف ان حصل فيه فرق ولا لا. ولو انت جديد ارجع للفيديوهات القديمة شوف الجودة بتاعت الصورة والصوت، وارجع شوف الفيديو ده تاني هتشوف لو فيه فرق، واكتب له برضو في الكومنتات. كده كنا وصلنا لاخر الفيديو. نصيحة ابدأوا على اليوتيوب، اي حد عنده محتوى يبدأ على اليوتيوب حتى لو محتوى متشابه عادي جدا. انا بعمل مراجعات هنا على القناة، في كذا شخص بيعمل مراجعات وناس يعني واصله جدا جدا، فما تقولش لا الناس دي واصله انا مش هبدا، لا
ابدأ بمصر، إن شاء الله هيبقى فيه فيديوهات ازاي تعمل القناة وازاي تظبط الدنيا دي كلها، وفيديوهات برضه كان ازاي هنقول تظبط إضاءة وتظبط الصوت والصورة والحاجات دي. وكل الأسئلة بتاعتكم هسيبها لي في الكومنتات، ورب سنة تكون سنة سعيدة عليكم. متنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في قناة فعل زر الجرس عشان بكل فيديوهات اللي بنزلها. كان معاكم أحمد البصري، وانتظروا فيديو جديد، والسلام عليكم.